يلا بينا. اتفضلي. ابعد بقى، ابعد بقى عن المدافع بقى. هحاول. كويسة. لا اخر مدفع ده، لا انا مش عايزاك تفتح البوكس ده. ايه؟ انا مش عايز افتح البوكس ده دلوقتي. طب هنعمل ايه؟ هسألك انا سؤال. يلا. مش وقته البوكس ده دلوقتي. يلا. بس في سؤال انا شخصيا عايز اعرفه. لما والدتك الله يرحمها توفت، الله يرحمها، حضرتك تاني يوم على طول رحت عرضت مسرحيه اهلا يا بكوات. يس. وتقريبا ما عملتش عزا او ما حضرتش العزا. اه. ما ندمتش؟ لا الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني دفنت الحمد لله. الخبر جالي وانا في القطر الخميس 1 مارس 2007 الساعة 9:55 صباحا، والقطر كان هيتحرك 9. اخويا كلمني وقال لي الخبر تمام. كان معايا تايسون محمد ممدوح، كنا لسه انا وهو مش معروفين في 2007، مش معروفين مش مشهورين. كنا بنعمل مسرح اهلا بكوات مع النجوم الكبيره الاستاذ عزت العلايلي رحمه الله عليه والاستاذ حسين فهمي ربنا يديله الصحه والعمر يعني. فلما جالي الخبر نزلت من القطر جري. لو قلت له اعمل ايه؟ انا مسافر عشان اعرض المسرحيه. قال لي احنا بنديك خبر هنخلص كل حاجه. فقفلت التليفون ورحت مكلم زوجتي، وزوجتي اللي كانت بتحب امي قوي الله يرحمها. فاول ما قلت لها الخبر عماله تصرخ، ما يا بنتي استني عشان اسالك اعمل ايه. كان اول حد قريب قوي كده من امي، مش عمام ولا خلان ولا جوز خاله ولا الكلام ده، يتوفى في العيله. فمش عارف اعمل ايه، اتصرف ازاي. قفلت وشال سكه عشان هي عماله تصرخ، وكلمت حد من المقربين جدا من اصحابي. قال لي العرض الساعه كام؟ قلت له 9 بالليل. قال لي انزل فورا من القطر. كان باقي دقيقتين يعني، انا بنزل من القطر والقطر كده. رحت نازل من القطر جري، حتى تايسون وكان معانا ناس اصحابنا تاني جريوا وحطوا فلوس في جيبي والكلام ده، ورجعوا ركبوا القطر تاني. وربنا رزقني الحمد لله دفنتها. هما كانوا مخبيين علينا ان يوم الخميس ده مش العرض، ده كانت بروفا جنرال، وخافوا من الدلع بتاعنا ان احنا نيجي، لان هنا كانت معاده هتتعرض في اسكندريه، اتعرضت في مصر. فقالوا لنا العرض الخميس تمام. فكلموني الاستاذ حسين فهمي والاستاذ عزت العلايلي عزوني والاستاذ عصام السيد المخرج بنديله الصحه، وقالوا لي خليك النهارده. ازاي والعرض؟ قالوا لي لا احنا من العرض مش النهارده، العرض كان جنرال، العرض بكره، تعال لنا بكره بالنهار. فربنا رزقني الحمد لله دفنتها. بس العزا كان تاني يوم بالليل من بعد المغرب، ما حضرتوش. في ناس ما بتحبش تسمع الكلام ده. ليه؟ في ناس لما بتقول الكلام ده قدامهم من 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 عامه الشعب يعني، بيقول لك عشان انت ما تربتش. ما تربتش؟ اه، ما انت لو تربيت ما كنتش سبت امك. دي حاجه انسانيه. هو وجهه نظره كده. ممكن يقول لك ان الشغل عندك اهم من مامتك؟ هتقول لهم ايه؟ عند الله الحسبة، عند الله كلها والله. الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه قال لما حد يظلمك ما تاخدش حقك بايدك، اقف استمتع وانت شايف ربنا بياخد لك حقك. فانا في انتظار، بتمنى من ربنا ان اكون عايش. لو ملش نصيب خلاص هكون مت وربنا جاب لي حقي لعيالي لا اكتر ولا اقل، في كفه شيء كل حاجه، في كفه شيء الحمد لله.